قام حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة. محمود المواس افتتح النتيجة للمنتخب السوري ليضاعف بعدها عدنان الطقي بالهدف الثاني قبل أن يعود المواس ويسجل هدفين لمنتخبنا، فيما اختتم سامر السالم خماسية نصور قاسيون عند الدقيقة 86 ليتصدر المنتخب السوري فرق المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أستراليا صاحبة المركز الثاني، فيما جاء المنتخبان السعودي والقطري في المركزين 3 و4 من دون نقاط. هذا ويواجه المنتخب السوري نظيره الأسترالي يوم الثلاثاء في ثاني مبارياته في البطولة الآسيوية.